السؤال يقول an object will be under equilibrium if the object is subject to إذا مطلوب شرط التوازن الإكوليبريوم التوازن هو عندما تكون القوى متوازنة أو عندما يكون عندنا إذا balanced forces أو the forces are balanced وبالتالي يجب إذا احترام قانون نيوتن الأول أن مجموع القوى يساوي الصفر ومجموع القوى F نت يساوي صفر معناه أن المكونة X تساوي صفر والمكونة Y تساوي صفر أيضاً.